كل هذه العتمة المسفوحة بالبارود لا تتيح للمدينة المحاصرة حتى في رمضان فرصة التقاط الأنفاس، فغبار المعارك والهجمات الصاروخية يغطي أي أفق لحسم القتال في تعز. وفي هذه التلال المحاصرة بجبهات الجيش الوطني شرق المدينة، تتمركز الميليشيا وتطلق قذائفها اليومية بشكل عشوائي على الأحياء السكنية لحصد المزيد من الأرواح. كل يوم جنازة وضحية جديدة، وكل ساعة تطور عسكري يلقي بظلاله على مسار المعركة المفتوحة في هذه الجبهة المشتعلة بين الشرعية والميليشيا. يعترف قادة عسكريون أن سير المعارك في الميدان يفرض أحيانا سيناريوهات غير متوقعة من قبيل التراجع والانسحاب، ذلك ما حدث في الأيام الماضية وتحديدا في ريف المحافظة. لكن المؤكد أن حسم المعركة لمصلحة الجيش الوطني حتمي وإن طال أمد القتال، وعززت الميليشيا بما تبقى من ترساناتها العسكرية. في الجبهة الشرقية التي شهدت تقدما كبيرا للجيش الوطني في الأسابيع الأخيرة واستعادته لمعسكرات ومواقع استراتيجية مهمة بينها القصر الجمهوري، لا تزال المعارك على أشدها بالتزامن مع غارات لمقاتلات التحالف. يخوض الجيش معركة تحرير هذه الجبهة للانتقال إلى معركة الحوبان آخر معاقل الميليشيا في المدينة. محور آخر في ريف تعز يزداد سخونة وتطورا في مستوى القتال، حيث المناطق الحيوية عسكريا بحسب مصادر ميدانية فقد تمكنت قوات الجيش الوطني خلال الساعات الأخيرة من السيطرة على مناطق جديدة في جبهة الكدحة التابعة لمديرية المعافر. يحدث ذلك في موزع والوازعية وكذلك شمال المخاء. مع كل هذا التصعيد والنزيف اليومي تحتاج تعز إلى ما هو أكثر من الدعم والإسناد، وما قرار الحسم العسكري إلا حلقة الفصل الأخيرة في هذا الماراثون الدامي والمرير.